السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا كتب معاصر الجديدة، هنبتدي نفتحها مع بعض. أتمنى أن أنت تشوف الفيديو للآخر. معانا الكتب زي ما قلنا من أولى ابتدائي لإعدادي، وأتمنى أن الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم وينال إعجابكم. تعالوا نشوف إيه الجديد في الكتب دي، ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدي معانا أول حاجة كتب أولى ابتدائي، معانا كونكت بلس، ومعانا كونكت، ومعانا الماث أو الماثماتكس او الماثماتكس او الرياضيات بتاعه اولى ابتدائي. تعالوا نفتح اول حاجه كونكت بلس. بس على نفسينا كده، كونكت بلس اولى ابتدائي. احنا بنشرح منه طبعا في القناه، وشرحين من الكتاب بتاع الوزاره. وطبعا هو المميز فيه ان هو فيه تدريبات كتيره والحلول بتاعتها كمان. تعالوا نشوف مع بعض. ادي اول حاجه الكتاب، طبعا النسخه بتاعته الورق بتاعها نظيف جدا، الورق بتاعها نظيف جدا. لما نفتح النسخه مع بعض هنلاقي طبعا دي اول صفحه بيبقى مكتوب فيها، بيبقى موجود فيها الاسم والمدرسه والفصل والاسم المدرس. وزي ما احنا عارفين في تطبيق معاك، هو موجود في كل كتب المعاصر، تقدر تعمله داونلود، بيساعدك تقرا التدريبات، بينطق لك التدريبات والاسئله بتاعه الدروس، تقدر تستخدمه، وهيشغل لك كمان بعض الفيديوهات الخاصه بكل درس. ده زي ما احنا شايفين قدامنا. طبعا المحتوى بتاعه طبقا للتعديلات بتاعه المنهج، الثيم 1 وثيم 2، المحور الاول والمحور الثاني، كل محور فيهم فيه 3 وحدات زي ما احنا شايفين. فهو المنهج بتاع الترم الاول 6 يونتس او 6 وحدات زي ما احنا شايفين قدامنا. طبعا في عندنا في الاخر الفيكشن ريدر او القصه، وهي طبعا ذا ليتل ريد هن او قصه الدجاجه الحمراء الصغيره، احنا شرحناها في الكتاب، احنا شرحناها في القناه عندنا وحكيناها وحلينا عليها تدريبات كمان. زي ما احنا شايفين قدامنا الكتاب ممتاز بصراحه، في شرح وافي، وطبعا معاه الانتراكتيف نوت بوك. وبكده ده كونكت بلس اولى ابتدائي. نروح لكونكت اولى ابتدائي، نفس النظام، تفتح الكتاب نشوف المحتوى بتاعه عامل ازاي. طبعا دي نسخه 2023 زي ما قلنا في اول الفيديو. كونكت طبعا منهج جميل جدا، هو موجود على ولادنا في التجريبي وفي المدارس الحكوميه كمان. الكتاب مش عارف اقول لكم هو ممتاز قد ايه بصراحه، شرح وافي وكافي، ومعاه الانتراكتيف نوت بوك كمان. اما بالنسبه للماث اولى ابتدائي فهو باعتين معاه حاجات كتير قوي، فهم بيحطوا معاه حاجات كتيره قوي لان هو بصراحه في تدريبات كتيره. فهو هنا مدي لك حاجه زي الكوينز كده، وكمان لعبوا بيها لعبه زي السلم والتعبان. وهنا طبعا الانسر جايد او الدليل بتاع الاجابات، تدريبات ليها إجابات. هنا بعت لك الإجابات بتاعة التدريبات في أول حاجة، فتقدر تشوفها وتقدر تراجع تشوف الإجابات عاملة إزاي. دي طبعا النتيجة أو الكالندر بتاعة 2022، وكمان في ألوان بتيجي مع الكتاب. وطبعا دي الساعة الجميلة بتاعة المعاصر اللي بتعلم ولادنا إزاي يقروا الساعة، ودي من الحاجات المهمة جدا في منهج الماث طبعا في المرحلة الابتدائية بصفة عامة، ازاي نقرا الساعة وازاي ولادنا يعرفوا يقروا الساعة بالدقايق والثواني، دي بتساعدهم جدا. دي اللعبة اللي احنا شفنا الزهر والكوينز بتاعتها، ودي شهادة بنكتبها لولادنا لما ينجحوا ان شاء الله في اخر السنة، طبعا لو عملنا لهم امتحان علشان اي مستواهم مش اكتر. وطبعا دي لعبة جاية مع الكتاب اسمها Play and Win او العب واكسب. طبعا دي كومبيتيشن او مسابقه بنعملها مع بعض لو احنا في البيت او في الكلاس روم، واللي بيفوز في الاخر طبعا بعد ما يحل بعض الاسئله دي، زي مثلا هاو ماني او كم عدد، وطبعا الديفرنسز او الاختلافات، حاجات كتير قوي. هي فيها اسئله جميله ومسابقه شيقه يعني، حتى ممكن نحلها في البيت مع بعض. في الاخر اللي بيجيب اكبر عدد من النقط ممكن نديله جايزه كده. وطبعا هو المعاصر نفسه كمان حاطط جوائز، لو انت حليت الاجابات صح وبعت الكراسه دي للمعاصر ممكن تكسب بلاي ستيشن، موبايل، تابلت، حاجات كتيره كده هم حاطينها. وطبعا دي مسابقه جميله قوي.
طبعا هنا بيوري لك الفايف والتين فريمز، او طبعا اطار الخمسة واطار العشرة. وطبعا دي حاجة جديدة هناخدها مع بعض في الماث، احنا شرحينها بالتفصيل عندنا في القناة، تقدر تشوف الاجابات، تقدر تشوف الشرح بتاعها، شرح مبسط وجميل جدا. الاشكال الهندسية زي ما احنا عارفينها كلها، او الشيبس طبعا، السيركلز والتريانجلز والريكتانجل والسكوير كمان باشكالهم واحجامهم والوانهم المختلفه. هنا ده كتاب المراجعه، طبعا ده بتراجع منه بعد ما تخلص الشرح بتاع الكتاب الاساسي، وده مليان تدريبات. وبصراحه هو النسخه نظيفه جدا، الورق بتاعها نظيف جدا، والاسئله كتيره تخلي ابنك او بنتك يقدروا يهضموا المنهج ويطلعوا سنه تانية ويروحوا الترم التاني وهم هضمين المنهج، والمنهج الحمد لله جميل وبسيط جدا. اخر حاجه معانا طبعا الكتاب نفسه، شرح الكتاب نفسه. واول حاجه بتلاقيها في الكتاب طبعا الاستيكرز الجميله، وطبعا الشرح الجميل بتاع الكتاب، شرح وافي وكل حاجه واخده حقها وزياده كمان. فتقدر تفتح الكتاب وتذاكر لابنك او بنتك من الكتاب لوحدك، مش محتاج مساعده من اي حد. الامثله كتيره جدا على كل درس، وطبعا انت بمجرد ان انت فهمت فكره الدرس هتلاقي نفسك بتقدر تحل الاسئله معاه وتعرف هو بيحل صح ولا غلط. فالمنهج جميل بصراحه، والكتاب اكتر من رائع. نروح لتانية ابتدائي، طبعا معانا الماث بتاع تانية ابتدائي، تعالوا نبص عليه. في ستيكرز وفي مليان، وأول حاجة هنا بنكتب اسمنا والكلاس والسكول والجريد والتيتشرز نيم. الشرح بتاع الكتاب هنا بيشرح لك البار جراف أو الرسم البياني بالأعمدة. عندنا احنا الكلام ده احنا كله شرحينه بصراحة، وهنا في أمثلة كتيرة جدا عليه بتخلي الطالب يهضم الدرس بسبب ان هو بيحل أمثلة كتيرة جدا على كل درس. فهنا الكتاب بصراحة جميل جدا، موجود كمان معاه الريفيجن أو المراجعة بتاعته، وموجود كمان معاه الشيبس أو الأشكال الهندسية، ودي طبعا الـ 3 dimensions shapes أو الأشكال الهندسية ثلاثية الأبعاد، زي الكيوب أو المكعب، وزي السلندر، وزي السكوير بيزد بيراميد، وزي الكيوبويد. طبعا هما ازاي طبعا ولادنا بيفكوا الأشكال دي وبعدين بيبتدوا يركبوها على بعض، بيعرف ان هو شكل هندسي ثلاثي الابعاد، يقدر يفهم يعني ايه شكل هندسي ثلاثي الابعاد بعد كده، هتلاقيها بمنتهى السهوله. وزي ما احنا عارفين برضو بيبقى معانا الساعه، لان الساعه مهمه زي ما قلنا على كل المرحله الابتدائيه. وموجود معانا المسابقه، وموجود معانا المسابقه اللي بيكسب فيها ولادنا زي ما قلنا، البلاي اند وين كومبيتيشن. وطبعا معانا السيرتيفيكيت او شهاده التقدير اللي احنا ممكن نديها لابننا او بنتنا بعد ما يخلصوا المنهج. وطبعا الجايد انسرز او دليل الاجابات. وهنا في النتيجه بتاعه سنه 2022، وموجود فيها الشهور كلها، والناحيه الثانيه في السكادول او الجدول بتاع المدرسه، ممكن نكتبه هنا كونكت بلس ثانيه ابتدائي، برضو جميل قوي زي ما احنا شايفين الكتاب قدامنا. نكتب هنا اسمنا والبيانات بتاعتنا، تطبيق معاك. هنا بيعلم الأولاد الكلمات والحروف والديلي روتين أو الروتين اليومي. الكتاب جميل أوي صراحة، ويعني كل درس واخد حقه، مش محتاج ان احنا نقول اي حاجه، احنا شايفين بعينينا اهو. طبعا احنا شارحين المنهج ده على القناه بتاعتنا، وادي الانتر اكتف نوت بوك. نروح لسنه ثالثه ابتدائي، ومعانا كونكت ثالثه ابتدائي. طبعا كونكت ثالثه ابتدائي كتاب جميل قوي زي ما احنا شايفين قدامنا. في اكتيفيتيز في الاول عشان يراجع معاك الحاجات اللي انت خدتها في السنين اللي فاتت.
وادي الـ Interactive Notebook كمان معاه، ومعانا Connect Plus تالتة ابتدائي برضو. هنا بنكتب اسمنا والبيانات بتاعتنا. هو الكتاب رائع بصراحة، وهنا طبعا طبقا لآخر تعديل من يونت 1 ليونت 6 ده الترم الأول. طبعا الحاجات دي احنا شرحينها على القناة بتاعتنا، كتاب مليان اكتيفيتيز كتيرة جدا، شارح كل حاجة ومدي عليها أمثلة كتير. وجاي معاه الـ Interactive Notebook. بعد كده معانا رابعة ابتدائي، وطبعا ده الـ Connect بتاع سنة رابعة ابتدائي. الكتاب جميل قوي طبعا، احنا شرحنا الحاجات دي السنة اللي فاتت. المميز كمان ان هو بيديلك ريفيجن سريع على الحاجات اللي انت اخدتها قبل كده من يونت 1 ليونت 6 زي ما احنا شايفين قدامنا. هو الكتاب يعني بصراحة ممتاز زي ما احنا شايفين قدامنا، كله شرح وتدريبات كثيرة جدا. وهنا الـ Interactive Notebook، وهنا الـ Interactive Notebook زي ما احنا شايفين قدامنا، وادي Dictionary كمان. ده المميز فيه ان هو باعت لك Dictionary او قاموس فيه الكلمات المهمة اللي موجودة في المنهج معانا، وده حاجة جديدة وجميلة جدا. بعد كده سنة ستة ابتدائي، وده المنهج بتاع الترم وده المنهج بتاع النظام القديم، و Time for English. طبعا المنهج ده أنا بحبه برضو جدا، هو يعني المناهج جميلة برضو. المعاصر مميز جدا في المنهج ده. الكتاب هنا زي ما احنا شايفين قدامنا، دي أول حاجة، دي الـ Student، دي الـ Interactive Notebook مش الكتاب. مش الكتاب، وبعدين ده الكتاب نفسه. الكتاب زي ما احنا شايفين قدامنا ممتاز، انا بحب شرح المعاصر بالذات للمنهج القديم ده كمان، لان هو كان يعني بصراحة مش سايب فيه ثغرة الا ومغطيها، فهو الشرح جميل جدا زي ما احنا شايفين قدامنا. كل حاجة مكتوب كمان معناها ايه، ومش سايب لك اي حاجة علشان خاطر تقدر تذاكر مع ابنك او بنتك لوحدك حتى، وهتلاقيهم فاهمين والموضوع سهل جدا وبسيط جدا. نروح لأولى إعدادي، طبعا ده نيو هالو انجلش، طبعا برضو ده المنهج القديم وهو جميل جدا. لسه المنهج الجديد منزلش المراحل دي، هينزل السنين اللي جاية، هو لسه جاري العمل بيها يعني. وده طبعا كتاب 2023 زي ما احنا شايفين قدامنا، ده الكتاب طبقا لآخر تعديل. طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا الكتاب مش محتاج ان احنا نقول عليه اي حاجة، لان هو جميل جدا، شارح كل حاجة ومغطي كل حاجة، مفيش اي حاجة ناقصة الكتاب، مع طبعا كراسة المعاصر بتاع التدريبات أو الـ Interactive Notebook. طبعا الكتاب رائع، والجميل إن هما كمان بقوا يعملوا ديكشنري لكل حاجة، فبحيث إن أنت تقدر تشوف معنى الكلمة في الديكشنري ده على طول الخاصة بكل درس. وتانية إعدادي معانا كمان أهو الـ Time for الـ New Hello English،
كتاب بصراحة جميل جدا، في كل حاجة اهو، وادي الانتراكتيف نوت بوك، وادي الديكشنري زي ما قلنا بقى موجود معاهم ديكشنري، ودي حاجة جميلة جدا من المعاصر بصراحة، ما كانش موجودة قبل كده. وآخر حاجة تالتة إعدادي، زي ما احنا شايفين قدامنا ده الكتاب، شرح وافي ومراجعة قبل مراجعة المنهج بتاع تانية إعدادي قبل ما نبتدي في منهج التالتة إعدادي، قبل ما نبتدي في المنهج الجديد. مفيش حاجة إلا مغطيها الكتاب بصراحة، والإنتراكتيف نوت بوك، وطبعا زي ما احنا شايفين قدامنا، وادي آخر حاجة الديكشنري اللي بيجي مع الكتاب. زي ما قلنا دي حاجة جميلة جدا ما كانتش موجودة قبل كده، بقت موجودة دلوقتي، بحيث ان انت تقدر تعرف الكلمات الخاصة بكل وحدة بمنتهى السهولة، مش محتاج تدور على حاجة. بكده نكون انهينا استعراض الكتب الجديدة بتاعت الترم الاول 2023. اتمنى ان انت تكون استفدت من حلقة النهاردة. لو عجبتك الحلقة ياريت تعمل لايك، ادعمنا بلايك علشان المحتوى غيرك يشوفه، والأهم إن أنت تشارك الحلقة دي مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، أنا سايب لكم الرابط بتاعهم في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.